بعض المسلمين، ولا أحب أن أقول كثير من المسلمين، يجهلون تاريخ المسجد الأقصى، ويجهلون كثيرا من فضائل المسجد الأقصى والأمور الجسام التي مرت بتاريخ هذه البقعة الشريفة وهذا المسجد المبارك. وهذا حقيقة لم يكن من فراغ، وإنما نتاج لفكر خبيث ولعمل دؤوب من قبل أعداء هذه الأمة لكي يبعدوها عن قضاياها المهمة ويشغلوها في أمور تافهة وفي أمور لا تعود عليهم لا بالنفع لا في دينهم ولا دنياهم. وقد نجحوا وللأسف الشديد في هذا المخطط الخبيث لإبعاد هذه الأمة عن هويتها وعن مقدساتها إلا من رحم الله. فحتى لا أطيل في هذا الكلام، أقول من هنا تأتي أهمية هذا الموضوع حتى نتعرف ولو في دقائق يسيرة على فضائل المسجد الأقصى وعلى أهم الأحداث التي مرت به وما هو الواجب تجاه هذه البقعة المباركة. المسجد الأقصى له فضائل كثيرة، ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم آية أظن أن غالب المسلمين يحفظونها، وهي في صدر سورة الإسراء، قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية. وسمي المسجد الأقصى بالمسجد الأقصى من الإقصاء من البعد، أي نسبة إلى بيت الله الحرام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن أول مسجد وضع للناس كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ليس المقصود أول بيت يعني للسكنة، إنما المقصود للعبادة. فأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى الواحد الأحد هو بيت الله الحرام. قيل إن الملائكة بنته، وقيل إن آدم بناه عليه السلام أو أعاد بناءه، ثم المعروف أن الذي جدد بناءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمشهور في التاريخ أن الذي بنى المسجد الحرام كما هو معلوم لأول مرة آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد انتهائه من بيت الله الحرام ذهب إلى المسجد الأقصى. طبعا لم يكن اختيار هذه البقعة بشكل عشوائي أو اجتهادي، لا، هذه الأمور من الله عز وجل تشريف لهذه البقاع. فبنى المسجد الأقصى بعد بنائه الكعبة شرفها الله، وبينهما 40 سنة، لذلك هو أقصى أي بعيد عن المسجد الحرام. أيضا من فضائله قول الله تبارك وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال ابن كثير رحمه الله: الأرض التي باركنا فيها في قول الله عز وجل يعني أرض الشام، فهذه أرض مباركة، أرض الشام أرض مباركة. كذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فهذه الأرض المقدسة أيضا هي بيت المقدس. أما من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد جاء في مستدرك الحاكم وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي المسجد النبوي أفضل من 4 صلوات فيه، يعني في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو، وليوشكن، اسمعوا لهذا الحديث العظيم، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن، أي الحبل، الشطن هو الحبل، مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس، خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير له من الدنيا وما فيها. يعني سيأتي على الناس زمان، وهذا الحديث ينطبق علينا في زماننا، يتمنى المسلم أن يكون له خيط ممدود
من مكانه إلى المسجد الأقصى ليرى المسجد الأقصى فيمتع ناظريه خير له من الدنيا وما فيها. كثير من الناس الآن من أمنياته يقول أريد أن أصلي صلاة واحدة في المسجد الأقصى، فلذلك هذا الحديث أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر عن هذه الحال، وهي كما تعلمون يعني ينطبق على واقعنا في زماننا. من فضائل المسجد الأقصى كذلك أنه أولى القبلتين، أنه أولى القبلتين، وهذا خطأ، وهذا خطأ يذكره الناس في كلامهم وفي تعبيراتهم عن المسجد الأقصى، أنهم يقولون بأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهذه كلمة خطأ. أولى القبلتين صحيح، لكنه ليس بثالث الحرمين. ليس المسجد الأقصى حرم، لأن كلمة حرم لها مدلول شرعي، وليس في الدنيا حرم إلا حرمين، الحرم المكي والحرم المدني. أما قول بعض الناس الحرم الجامع، هذا كلام فاضي، كلام فاضي، لأن كلمة حرم كما قلت لها مدلول شرعي، ليس لأي مخلوق أن يجعله لأي بقعة كانت. فالله تبارك وتعالى جعل مكة حرم، جعل مكة حرما، وحدوده معروفة، الجعرانة وأضاة لبن وشميسي من جهة، والتنعيم من جهة أخرى، هذه حدود الحرم الأربعة. ليس الحرم المقصود المسجد الحرام، لا، أوسع بقعة الحرم. ولو ذهبت مثلا في طريقك إلى العمرة أو إلى الحج، تأتي مثلا عن طريق مطار جدة، وتأتي على نقاط تفتيش، آخر نقطة تفتيش تأتي عليه مكتوب مركز شميسي، اللي نقطة كبيرة يفتشون الجوازات وكذا. بعد ما تعدي المنطقة المركز هذا بخمسين مئة متر تجد نصب من الرخام على اليمين والشمال مكتوب حد الحرم. بعد هذه المرحلة أنت دخلت حدود الحرم. لا، أحكام شرعية، لا يختلى خلاء، لا تلتقط لقطته، لا يعضد شوكه، لا ينفر صيده، حرم. كذلك الحرم المدني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، ما بين عير وثور والحرتان. إذن هذه حدود الحرم المدني من الجهات الأربع، عير وثور والحرة الشرقية والحرة الغربية. داخل هذه الحدود حرم، له أحكام شرعية، لكن المسجد الأقصى على جلالة قدره وفضله ومكانته وقدسيته هو ليس بحرم. إذن ماذا نقول؟ نقول هو أولى القبلتين صحيح، وثالث المساجد الثلاثة، ولا تقل وثالث الحرمين، قل وثالث المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلا لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام والنبوي والأقصى. وفضائله كذلك أن الصلاة فيه مضاعفة بمئتي وخمسين صلاة، وهذا الحديث الذي ذكرته آنفا يدل على ذلك، لأن ورد في بعض الروايات أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وهذا ليس بصحيح، بل إن الصلاة فيه الثابت الرواية الصحيحة أنها بمئتين وخمسين صلاة، ويدل عليه الحديث المتقدم آنفا أنه قال صلاة في مسجدي تفضل الصلاة فيه بأربع مرات. ومعلوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فالصلاة في الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. كذلك من فضائل المسجد الأقصى، إذن هو أولى القبلتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى له قرابة سنة ونصف يصلي للمسجد الأقصى، طبعا في مكة كان يصلي مسجد الأقصى، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى،
فكان يستقبل الكعبة ويستقبل المسجد الأقصى. لكن عندما هاجر قبلة أهل المدينة جنوب والمسجد الأقصى شمالا، فمن المتعذر أن يجمع بين الأقصى وبين الكعبة، فكان يستقبل الأقصى ويستدبر الكعبة، ولكنه كان يود ويتمنى عليه الصلاة والسلام لو أمر بتحويل قبلته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاتجه عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى إلى المسجد الأقصى سنة ونصف تقريبا. إذن هو أولى القبلتين لا شك. كذلك الصلاة فيه مضاعفة كما قلنا ب250 صلاة، أنها أرض مباركة كما قال سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله، كل هذه من فضائل المسجد الأقصى. مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، والإسراء هو المشي ليلا، وهذا بنص القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده. إذن أيضا هذا من فضائل المسجد الأقصى. كذلك من فضائله أنه المعراج، والمعراج هو الصعود من الله ذي المعارج أي المصاعد للملائكة، فهو معراج النبي صلى الله عليه وسلم. أسري به من بيت أم هانئ بقرب الكعبة ليلا، جاءه جبريل بالبراق، ذهب كما تعلمون إلى بيت المقدس، ثم صلى بالأنبياء هناك، ثم بعد ذلك عرج به صلوات الله وسلامه عليه بروحه وجسده، عرج به من بيت المقدس إلى السماوات فرأى من أمر ربه ما رأى. إذن هذا أيضا من فضائل المسجد الأقصى لأنه معراج الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل المسجد الأقصى، وربما هذه الفضيلة قد لا يعرفها كثير من الناس، أن الصلاة فيه سبب لمغفرة الذنوب. جاء عند ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام قال: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس، والصحيح أن سليمان أعاد بناءه، وهذا سنذكره إن شاء الله في الشبه الآن. المهم يقول عليه الصلاة والسلام: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، طلب من الله أن يعطيه ثلاث دعوات، ما هي؟ حكما يصادف حكمه، فكان له كما تعلمون في عندما اختلف خصمان وترافع إلى داود عليه السلام وإلى سليمان، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ففهمناها سليمان. إذن كان له حكم يعني يصيب به الصواب ويوفق فيه إلى الحكم الصحيح. قال: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أي الأقصى أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما. اثنتان، ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا وقع، سخر له الريح والجن والطير إلى غير ذلك، ما أوتي أحد ملكا كما أوتي سليمان عليه السلام، وكذلك حكما يصادف حكم الله عز وجل أيضا أوتي هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أي من الله أن يكون أعطي الثالثة، وهي أن من صلى في بيت المقدس رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هذه إطلالة سريعة على فضائل المسجد الأقصى. لنأتي الآن أيها الإخوة على تاريخ اليهود. اليهود هؤلاء الطائفة والفرقة لا تكاد إذا قرأت تاريخهم لا تكاد أن تجد فيه نقطة بيضاء، لا تكاد أن تجد فيه صفحة مشرقة، لا تكاد أن تجد فيه أمرا يفتخر الإنسان به، بل على العكس، صفحات سوداء، إجرام، خبث، دناءة، كفر، قتل للأبرياء، فجور، بل تستطيع أن تقول ليس هناك
جريمة أو منظمة إرهابية، وهم الآن يزعمون أنهم يحاربون الإرهاب، وهم أصل الإرهاب وأس الإرهاب، فلا تكاد أن تجد منظمة في القديم والحديث مجرمة فاسقة فاجرة إلا ومؤسسوها من اليهود على الإطلاق. لا أستثني من ذلك منظمة واحدة، الماسونية، الصهيونية، عبدة الشيطان، أندية اللايونز والروتري، الشيوعية، الماركسية، اللينية، قل ما شئت، لن تجد منظمة خبيثة إلا واليهود وراءها، لأنهم ينطلقون من اعتقاد خبيث، وهو أنهم شعب الله المختار، وأن جميع البشر أصلهم بهائم، هكذا يقولون، أن جميع البشر هم بهائم، ولكن الله جعلهم في أجساد بشر ليكونوا أهلاً لخدمة اليهود، فلذلك كل ما عدا اليهود مستباح لهم على 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 سبيل الإطلاق. يعني لو فجر اليهودي بغير اليهودية لا يعد هذا إثماً. لماذا؟ لأنهم يعتقدون غير اليهود بهائم، وعقد الزواج لا يكون بين البهائم. لاحظت؟ اليهودي لو استطاع أن يأخذ مالك بطريق الغش والخداع والسرقة والاغتصاب لا يأثم على ذلك. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا المال هو ماله، وهذه الأرض هي أرضه، لأنك أنت أصلاً لا تستحق العيش، أنت خلقت لخدمته، وهذا منصوص في القرآن الكريم أنهم هم أبناء الله وأحباء، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أو معدودات. نعم، لذلك يرحمك الله، لذلك أقول بادئ ذي بدء تاريخ صفحاته مظلمة. لنأخذ على ذلك مثالا، الأنبياء والمرسلون، هم قتلة الأنبياء والمرسلين، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه. من الذي قتل عيسى أو باء بإثم قتل عيسى؟ ولا ما قتلوه وما صلبوه، لكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، لكنهم باءوا بإثم قتله. يعني اليهود الذين كانوا في زمان عيسى في صحيفة أعمالهم إثم قتل عيسى، لأنهم فعلا هم يظنون أنهم قتلوه عندما ألقى الله عز وجل شبيهه على رجل آخر، إذن باءوا بإثم قتله. من الذي قتل يحيى السيد الحصور؟ هم قدموا رأسه مهرا لبغي زكريا، هم الذين قتلوا موسى عليه الصلاة والسلام. من الذي قال له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد؟ هم. بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام في حقيقة الأمر هم الذين قتلوه صلوات الله وسلامه عليه، عندما سمته تلك اليهودية الخبيثة بعد فتح خيبر ودعته إلى طعام، وكان عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه يلبي الدعوة، فذهب وقد شوت له شاتاً وقدمتها له، وجعلت السم مركزا في ذراع الشاه، لأنها سألت وعرفت أن أحب الأجزاء من الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذراعها، فأخذ منها لقمة ولاكها عليه الصلاة والسلام، فأنطق الله سبحانه وتعالى القدير الشاه له، وأخبرته أنها مسمومة، فلفظ هذه اللقمة بعد أن سرى السم في جسده الشريف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. سبقت يد أحد أصحابه فأكل وابتلع هذه اللقمة فمات، فجاء بهذه اليهودية. لماذا؟ فطبق عليها القصاص لأنها قتلت ذلك الصحابية عندما سمت هذه الشاة، وكانت هذه الأكلة تراوده
صلى الله عليه وسلم بعد أن سرى السم في جسده الشريف بين فينة وأخرى، بل قبل ذلك حاولوا أن يغتالوه كما تعلمون أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حافظه. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هم تاريخهم مظلم مع الأنبياء والمرسلين، فضلا عن عباد الله الصالحين. انظروا إلى تاريخهم مع ملائكة الله تبارك وتعالى. جاء أحد اليهود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قال: جبريل هذا عدونا. هم يقولون جبريل عدونا، يعادون جبريل الروح الأمين أفضل الملائكة عليه السلام الذي وكله الله عز وجل بهذا الوحي والنور ينزل به على من يشاء من عباده. ولذلك قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن يعادون الرسل، بل يقتلون الرسل، بل يصفون الرسل بأبشع الأوصاف. ولولا الإطارة ذكرت لكم من نقولاتهم، من توراتهم المحرفة وتلمودهم المجرم، وتلمودهم المجرم نقولات خبيثة يصفون صفوة عباد الله وهم الأنبياء والمرسلين بأبشع الأوصاف. لوط عليه السلام زنى بابنتيه، داود عليه السلام زنى بزوجة أوريا بعد أن قتل هذا القائد، أمور خبيثة منكرة يستحي الإنسان أن يتكلم بل أن يصف بها أفجر عباد الله، فكيف يتطاول على أنبياء الله ورسله؟ ليس هذا فقط، إذا لم يسلم منهم الأنبياء والمرسلون، لم يسلم منهم الملائكة المقربون، بل لم تطاولوا على مقام الرب جل في علاه. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يد الله مغلولة، قبحكم الله ولعنكم الله. من الذي ينفق؟ من الذي خلقكم؟ ومن الذي شق سمعكم وبصركم؟ ومن الذي رزقكم؟ ثم يقولون يد الله مغلولة. عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، الآية واضحة. من ذا الذي؟ يعني حث على الإنفاق في سبيل الله، وجعل الله عز وجل الإنفاق في سبيلك كأنك تقرض الله، والله غني عن العالمين. فعندما سمع اليهود هذه الكلمة ماذا قالوا؟ كعادتهم في استهزائهم وتطاولهم على مقام الرب جل في علا، قالوا: أفتقر ربك يا محمد لنقرضه؟ فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا. شوف هذا أسلوب تهديد، كما تقول لابنك أو للطالب عندك: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. كذلك من أمورهم القبيحة واستهزائهم بأوامر الرب جل في علاه الذي أنعم عليه في الصباح والمساء، وهذه عادة عند اليهود، عادة مضطردة عند اليهود، أن الله عز وجل كلما أنعم عليهم بنعمة وأظهر لهم آية ومعجزة أمام أعينهم قابلوها بالجحود والكفران. مثال: عندما أنجاهم الله عز وجل من الغرق في القصة المعروفة مع فرعون، وأغرق فرعون أمام أعينهم وشق البحر العظيم لموسى وأرسل الريح الدبور على هذا المكان الذي انكشف بين الطودين العظيمين لأنه كان مبتل وهو قاع النهر، فأرسل الريح سبحانه وتعالى فجففت هذا المكان
فساروا فيه لا يخافون دركا لا يخافون زلقا، وتجاوز بهم فجاء فرعون وأغرق الله وأغلق الله عز وجل الطودين العظيمين وأغرق فرعون وجنوده وهم ينظرون. طيب، من المفترض أن يسجدوا لله عز وجل ولا لا؟ أن أنجاهم بهذه المعجزة. ماذا قالوا؟ مباشرة: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رأيت؟ كفروا مباشرة. موقف آخر: عندما أنجاهم، عندما نصرهم الله عز وجل على المماليك أو العمالقة الذين كانوا في بيت المقدس، قال الله عز وجل: ادخلوا هذه القرية سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا يا ربنا ذنوبنا، وادخلوها سجدا شكرا لله عز وجل. فماذا فعلوا؟ دخلوها على أستائهم، على مقاعدهم، وهم إلى الوراء استهزاء. بدل أن يدخلوها سجدا دخلوها على مقاعدهم، وبدلا من أن يقولوا حط حط عنا يا ربنا ذنوبنا قالوا حبة حنطة. كل ذلك استهزاء وسخرية وتعالي على مقام الجبار جل في علاه. ماذا أقول؟ تاريخ أسود مظلم، وتجد من المسلمين السفهاء الأغبياء الجهلاء. أقول لك والله إخواننا اليهود، إخوانك أنت اليهود، أما المسلم الموحد لا يقبل أن يكون هذا اليهودي الخبيث الذي يقول إن عزيرا ابن الله، والذي تعالى على مقام الله تبارك وتعالى، والذي يطعن في أنبياء الله ورسله، لا يقبل أن يكون أخا له، ولا يقبل أن يكون النصراني أخا له. كيف يكون أخا لك الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف أتقبل أن يأتي رجل وأن يسب أمك وأباك فتقبل أخوته؟ ما تقبل أخوته. كيف تقبل أخوة إنسان يقول إن الله إن لله ولد؟ تعالى الله عما يقول الكافرون المشركون علوا كبيرا. لأن بعض الناس يقول لا تقول اليهود كفار، ها هم موحدون يا حبيبي، كفار كفار كفار. أو بعضهم لا تقول نصارى كفار، موحدون يا أخي الفاضل، كفار كفار كفار. بل الذي لا يكفرهم هو كافر، وهذا باتفاق العلماء. هذا قرآن، قرآن يقول الله عز وجل: لقد كفر كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. بعدها مباشرة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأي نصراني الآن ايش يعتقد؟ نصارى مصر ولا نصارى الشام ولا؟ لا تقول لي عروبة وغير عروبة، هذه لا قيمة لها. الأخوة أساسها وبناؤها وقاعدتها الدين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهم ليسوا بإخوة لنا. نعم نعاملهم بالحسنى، نعم لا يجوز لنا أن نعتدي على أموالهم وأعراضهم، نعم نحترم العهود والمواثيق معهم، نعم لا يجوز لنا أن نتعدى على دمائهم دون حق، كل هذا حق، لكن لا لخلط الأوراق. فبعض الناس بين إفراط وتفريط من المسلمين، منهم من أجاز لنفسه أن يغشهم، يذهب مثلا دول الغرب أمريكا أو يعيش في أمريكا وأوروبا فيبدأ يغش من المسلمين، يبدأ يغشهم ويأخذ أموالهم ويكذب عليهم. ليش؟ قلت يا أخي هم كفار. وإذا كانوا كفار يجب عليك أن تعاملهم
بالصدق والأمانة. أكبر دولة الآن في العالم الإسلامي كتعداد السكان إندونيسيا، بلاد الشرق بشكل عام إندونيسيا وماليزيا والدول هذه، ما أطلق المسلمون فيها رصاصة واحدة، إنما دخلوا هذه الأقوام الملايين المملينة في دين الله بسبب المعاملة الحسنة من تجار المسلمين. فديننا دين الأخلاق والأمانة والصدق والوفاء بالعهود، ما ننتظر يأتينا من الشرق والغرب حتى يعلمنا كيف نتعامل مع الناس فنقول هذا منهج باطل مع الكفار. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. في المقابل تجد ناس ميعوا القضية، قال لك أخونا المسيحي وأخونا اليهودي وأخونا البوذي، هذا قادح في الاعتقاد، هذا قائل هذه الكلمة لولا أننا نعذره بالجهل لأخرجناه من ملة الإسلام. لذلك نضع الأمر في نصابه والنسر مع القرآن والسنة. طيب، إذن هذا تاريخهم ومنهجهم مع أنبياء الله ورسله ومع الملائكة ومع الله سبحانه وتعالى. أما عن تاريخهم السياسي في القديم والحديث، انظروا منذ أن بزغ فجر الإسلام في المدينة النبوية وهم يعملون على قدم وساق للكيد لهذا الدين ولمحاربة هذه الدعوة، وهم يعلمون والله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، أنهم يعرفون أن هذا الدين حق إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة يعرفون ويعلمون أن ما عليه المسلمون هو الدين الصحيح. لكنه الكبر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم، هم حسدون. واليهود هم أهل الحسد، اليهود هم منبع الحسد وأساس الحسد وأصله عند اليهود، لذلك حسدون على ما نحن فيه من الخير والنعمة بهذا الدين العظيم، واعتادوا أن يكون الأنبياء والمرسلون من بني إسرائيل. ولكن الله عز وجل خذلهم، لأنهم لا يستحقون أن يكونوا حملة لهذا الدين الخالد ولهذا الكتاب الخالد ولهذه الشريعة الغراء، لا يستحقون. فبعث الله عز وجل هذا النبي الأمي العربي صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم، واصطفى هذه الثلة المباركة صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، خير الناس قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين. لم يقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فرق شاسع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء. لذلك منذ الوهلة الأولى واليوم الأول وهم يكيدون لهذا الدين المكائد والحروب. وما غزوة الأحزاب عنا ببعيد، من الذي ألب الأحزاب؟ من الذي جمع الأحزاب؟ من الذي زين لهذه القبائل أن تأتي إلى المدينة النبوية؟ من؟ اليهود. هم ذهبوا إلى قريش وزينوا له القدوم بعد في السنة الخامسة من الهجرة، وذهبوا إلى ثقيف وإلى هوازن وإلى غطفان، وأتوا بهذه الجموع بعشرة آلاف مقاتل جيش جرار، أتوا به إلى المدينة النبوية وحاصروها، وكاد الإسلام أن ينتهي لولا لطف الله تبارك وتعالى. ثم زادوا على ذلك في هذه المحنة، نقضوا العهد والميثاق الذي أبرمه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أنهم إذا تعرضت المدينة لخطر فيشترك المسلمون واليهود الدفاع عن مدينتهم، فخانوه وهم أهل الخيانة، وغدروا به وهم أهل الغدر في أحلك الظروف، البرد شديد، حصار،
جيش جرار في الخارج، منافقون يرجفون في الصف الإسلامي يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الطابور الخامس. في المقابل خيانة من الداخل من قبل اليهود، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما في التاريخ طبعا هذا سر عليه منذ 1400 سنة ليومنا هذا، وهم لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا بعد أن يقضوا على هذا الدين، وهيهات هيهات. الله عز وجل ناصر دينه بعز عزيز أو بذل أو بذل ذليل. التاريخ المعاصر طبعا هم لم تكن لهم دولة، هم كانوا شذرا مذرا في بلاد الدنيا مشتتون، حتى قام ساساتهم وعلى رأسهم الخبيث بلفور معروف، وحاول أن يأخذ أو أن يشتري فلسطين من السلطان العثماني آنذاك، ولكنه رفض كما تعلمون، وقال هذه الأرض ليست ملكا لي حتى أعطيك إياها، هي ملك للمسلمين، فأبى. فعمل اليهود منذ تلك اللحظات على قدم وساق لجمع الأموال، وهم أهل الأموال كما تعلمون، يحرصون على الذهب، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نكرة، حياة أي حياة، حياة ذليلة ما عنده مشكلة، المهم أن يبقى في هذه الحياة. فجمعوا الأموال ومارسوا الضغوط السياسية على الدول الكبرى في حينها، وكانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني كما تعلمون، فنسقوا هذه الأمور، وجاءت هذه الهجرة تباعا من يهود روسيا وفي ألمانيا وفي غيرها من دول العالم، وطبعا كان في يهود في فلسطين، كان في يهود. ثم بعد ذلك، بعد الانسحاب مباشرة وقد هيئوا الأمر، أعلن بن غوريون ذلك المسخ الخبيث، وهو يعد رجلا مقدسا عندهم بن غوريون، والآن في مطار باسمه، وأظن في جامعة كذلك باسمه، ويعد المؤسس الأول، يمكن منكم بعضكم رأى في برامج الوثائقية، الأصلع شايب أصلع، ويعني كان لهذا الرجل الدور الكبير مباشرة، جعل الدول أمام الأمر الواقع، أمام الأمر الواقع. خرجت بريطانيا رفع العلم الإسرائيلي وقال نعلن قيام دولة إسرائيل، اللي يرضى يرضى، ما يرضى يطلق راسه بالطوفة. أمريكا كانت مترددة أن تنجرف مع اليهود، لكنه تحت الضغط واللوبي الصهيوني في أمريكا، ما يعرف بمنظمة الأيباك، هذه منظمة في أمريكا قوية جدا، تؤثر حتى في القرار السياسي، بل تؤثر حتى في اختيار الرئيس الأمريكي، فاعترفت، فكانت الولايات المتحدة هي أول دولة تعترف بإسرائيل، ثم اعترفت بعدها الدول الأخرى، وهي كما تعلمون الابن المدلل لأمريكا في هذه المنطقة لتنفيذ مصالحها. بعد ذلك بدأ طبعا المعاناة، هم يثيرون شبه، أعظم شبهة يتشبثون بها موضوع هيكل سليمان، أن في هذا المكان هيكل سليمان، وهذا كذب، كذب، بدليل أنه إلى الآن لم يتفق المؤرخون أو العلماء الإسرائيليون أو اليهود، لم يتفقوا على تحديد واضح لمكان هذا الهيكل. طيب لو كان هذا الأمر أمرا مقدسا، كان من المفترض أن يكون هذا المكان محدد من الله عز وجل كما تزعمون، ولذلك الآن مكة، الحرم المكي كما قلت لكم، والحرم المدني محدد على وجه الدقة. عرفات مثلا، لأنه مكان يتعلق به شعائر معينة، منى، المزدلفة، محددة بأمر دقيق. أما هم دلالة على كذبهم وافترائهم، والله ما بنى سليمان هيكلا، بل الذي بناه سليمان عليه السلام أعاد بناءه البيت، المسجد الأقصى. إذن المسجد الأقصى هو بني كما قلت لكم على المشهور في التاريخ من قبل آدم عليه السلام، ثم اندرس
ذهبت معالمه، فجدد بناءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم اندرس فجدد بناءه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم اندرس فجدد بناءه سليمان عليه الصلاة والسلام. إذن تجديد وليس بناء الهيكل، فالأنبياء جميعهم مسلمون، واشهدوا بأننا مسلمون موحدون. إذن ما عرف سليمان هيكلا، إنما الذي أعاد بناءه سليمان عليه السلام هو مسجد المسجد الأقصى، وليس بهيكل سليمان. طبعا هم يعملون على قدم وساق لبناء هذا الهيكل، والذي يشيعونه الآن أن هذا الهيكل هو في مكان المسجد الأقصى، فهم يعملون كما تعلمون في حفرياتهم وقربهم حتى يسقط هذا المسجد المبارك لا قدر الله، ويقيمون الهيكل على يعني أطلاله. كذلك عندهم خرافات كوجود بقرة حمراء تولد، وهذه البقرة عند ولادتها تكون حمراء صرفة، عند ولادتها تكون إذانا ب يعني بناء هذا الهيكل وبظهور السيادة لهم. وهم أيضا يعملون على قدم وساق لاستخراج هذه البقرة، وأسسوا معامل ومختبرا خاصا، وجاءوا بأشهر الأطباء البيطريين في على مستوى العالم للعب في هذه الجينات واستخراج البقرة الحمراء التي لا يعني لون آخر يشوب لونها الأحمر. إذن أيها الإخوة، أقول هذه إطلالة سريعة وخواطر سريعة على فضائل المسجد الأقصى وتاريخ اليهود المظلم وأطماعهم، وعلى أطماعهم السياسية في المسجد الأقصى وبيت المقدس. يبقى ما هو الدور؟ فكما قلنا هذه آلام، فما هي الآمال؟ الآمال أولا يجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل سينصر هذا الدين. يجب علينا أن نعتقد، أن نثق بوعد الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فنعتقد ونوقن ونؤمن بأن الله عز وجل سينصر هذا الدين وسيعز هذه الأمة، لكن القضية هي قواعد ربانية في القرآن الكريم، معادلات كما نقول بالتعبير المعاصر. هذه المعادلات هي معادلة واحدة في القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن إذا أردنا النصر من الله عز وجل والعز والتمكين، فعلينا أن نحقق هذا الشرط لننال المشروط، وهو أن ننصر الله تبارك وتعالى. وكيف تكون نصرة الله سبحانه وتعالى؟ أولا يقوم الإنسان بنفسه، أن يقيم أمر الله تبارك وتعالى بنفسه، ثم أن يدعو الناس لأن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى. الذي يعتقد بأن من الممكن أن الأمة الآن ترفع راية الجهاد وأن تجاهد، هذا يعيش في أحلام، يعيش في أحلام، يغرد خارج السرب كما يقولون، يعيش في أماني. لا يقام الجهاد بهذه الطريقة. ونرجع إلى التاريخ، متى أذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد؟ متى؟ قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى آخر الآيات. هذه نزلت في المدينة بعد مرور يعني قرابة 15 سنة، 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة بعد غزوة بدر، 15 سنة. وعمر الدعوة أصلا، عمر النبي عليه الصلاة والسلام الدعوي 23 سنة. إذن بعد هذه المدة، بعد أن تربى الصحابة وغرس في قلوبهم الإيمان والتضحية والعمل للدار الآخرة، تهيأت النفوس، هنا جاءت اللحظة المناسبة. صلاح الدين، عندما نتغنى صلاح الدين وفاتح بيت المقدس، وأين صلاح الدين كما يقول بعض الناس؟ صلاح الدين يا حبيبي ما خرج بمجتمع
بحال الأمة كحال أمتنا في هذا الزمان؟ ومن الذي قال لك إن صلاح الدين حرر المقدس بين عشية وضحاها؟ قبل صلاح الدين نور الدين زنكي في الدولة الزنكية، هذا القائد البطل الفاتح العظيم، استمر قرابة 20 سنة. تخيل 20 سنة، وليس حال الأمة كحالنا الآن. الأمة تضرب بالنعل ومقدساتنا تهان أمام الملأ، يهان القرآن، يسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يتكلم الناس نشجب ونستنكر. فمثل هذا الوضع كيف سينبعث الجهاد؟ صلاح الدين، أقول نور الدين الزنكي، كانت راية الجهاد قائمة، جيوش، ومع ذلك لم يحن الوقت ولم يستطع ولم يرى أن الوقت مناسبا ليذهب لتحرير المسجد الأقصى. لكن ماذا فعل؟ بنى منبرا، شوفوا الهمة، بنى منبر من خشب ورفعه للأمة، قال هذا المنبر نريد أن نجعله في بيت المقدس، وسار 20 سنة وهو يحاول ويقاتل ويحاول أن يجمع الأمة، ومات رحمه الله ولم يتحقق هذا الحلم العظيم. فجاء صلاح الدين الناصر السلطان صلاح الدين، ومكث ما شاء الله لفترة طويلة من السنوات، واستطاع أن يقمع التمرد والانشقاقات التي وقعت في الدولة الإسلامية، واستطاع أن يسحق العبيديين الخبثاء الباطنيين الذين يتسمون زورا وبهتانا بالفاطميين، وهم عبيديون أخباث أتباع عبيد الله بن ميمون بن قداح الديصاني اليهودي المجوسي، الذي دخل مصر والعياذ بالله وادعى الألوهية لنفسه، وبنى، نتغنى بجوهر الصقلي، والناس ما يعرفون جوهر الصقلي عبيدي، بنوا الجامع الأزهر، لماذا؟ ليصدوا الناس عن بيت الله الحرام، هذه الدولة العبيدية الخبيثة. فاستطاع الناصر أن يسحقهم، وتطلب الأمر سنوات ولم ينسى هذا الحلم، والنصارى يعيثون الفساد، جعلوا البيت المقدس، يتكلمون عن المسلمين ويفترون عن المسلمين، انظروا إلى تاريخ المسلمين، انظروا ماذا فعل النصارى عندما دخلوا المسجد البيت المقدس، قتلوا في 3 أيام قرابة 70,000 مسلم، 70,000 مسلم، حتى يقول المؤرخون النصرانيون المنصفون ترك المسلمون الباقون لأن الجنود تعبوا من القتل، ليس رحمة بهم، تعبوا من القتل، هذا تاريخهم، بينما تاريخنا مشرف، تاريخنا عادل، تاريخنا ينصف حتى أعداءنا، لكنهم قلبوا الحقائق. والمشكلة المصيبة أننا أمة ما تقرأ، أمة ما تقرأ، حتى المثقفين منا يقرأ الجرائد، مجلات، أخبار التافهة، اقرأ في التاريخ، اقرأ في دينك، تفقه في واقعك لتبصر حال هذه الأمة، ماذا يراد بك وبأمتك. لذلك هم يقرؤون ونحن ما نقرأ، هذا واقع، إلا من رحم الله. فكانوا جعلوا المسجد الأقصى، جعلوه مزبلة، مزبلة، وجعلوه حظيرة لخنازيرهم. تصور، طيب واحد يقول يا أخي الخنزير عندهم حلال، ماشي، ألا يعلم أن هذا المسجد مبارك ومقدس عند المسلمين؟ أليس في هذا التقصد وتعمد
لإهانة والتطاول على مشاعر المسلمين؟ بلى بلى. لذلك أعداؤنا لا يلعبون، وأعداؤنا لا يرحمون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بخلاف المسلمين. وسأضرب لك الدليل. فاستطاع الناصر صلاح الدين أن يوحد مصر والشام، وكانت هذه أمنية، أن يوحد مصر والشام، لأن الشام كانت تحت الخلافة العباسية، ومصر استطاع العبيد الخبيث أن يشق العصا بعد أن أتى من المغرب. فاستطاع الناصر أن يوحد مصر والشام، وأصبح وسلطان المسلمين. عندها تفرغ للصليبيين في بيت المقدس، واستطاع كما تعلمون في المعركة الفاصلة في معركة حطين أن يسحق الصليبيين وأن ينتصر عليهم، ودخل فاتحا وأتى بالمنبر الذي رفعه نور الدين زنكي قبل 20 سنة أو أكثر، ونصبه في المسجد الأقصى، ونظف المسجد الأقصى من هذا الدنس. ماذا فعل صلاح الدين؟ هل قتل النصارى؟ هل أجرى الأزقة أنهارا بدمائهم كما فعلوا هم؟ أبدا. أمنهم على أموالهم، وأمنهم على دورهم، كما فعل قبله الفاتحون وعلى رأسهم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. واقرأوا الوثيقة العمرية، موجودة الوثيقة العمرية التي كتبها عمر رضي الله عنه وأرضاه بينه وبين أهل إيلياء. إيلياء هي بيت المقدس، يعطيهم العدل والأمان على أموالهم ودور عبادتهم ودينهم، لا إكراه في الدين. لذلك ارفع رأسك أيها المسلم وافتخر، ولا تستمع لأقوال هؤلاء الأخباث الذين يندسون بيننا ويكتبون في الصحف والمجلات: المسلمون في غزة يدكون قصف F-18 والأباتشي وصواريخ وقنابل فسفورية، يدكون دك. ويطلع لك خبيث صحفي في إحدى الجرائد الكويتية ويمجد في الحكومة الإسرائيلية. مثل هذا لو كان في حكم شرعي يطبق عليه الحد، هذا ولاء. ومن صور الولاء التي تؤدي بالإنسان إلى خروج عن ملة الإسلام، تفرح بانتصار، لا تقول لي خطأ حماس وغير حماس، هذا الآن الأمر انتهى، إحنا الآن في مصيبة، حماس أخطأت ستحاسب، فتح أخطأت ستحاسب، لكن ما ذنب هؤلاء؟ يقصفون، يحرقون، يدمرون. فتجد من المنافقين من أبناء جلدتنا يسمون أنفسهم بالمفكرين، هذا الفكر العفن، فيمجدون في أعداء هذه الأمة. لذلك أقول: النصر لهذه الأمة، والله سيفتح بيت المقدس، والله سيفتح بيت المقدس، عاجلا أم آجلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا الجيل ما يستحق النصر، هذا الجيل الذي صلاة الفجر تثقل عليه، صلاة الفجر تثقل عليه، أكثر من 90% لا يصلون الفجر في وقتها، ما استطاعوا أن ينتصروا على أنفسهم ليصلوا فريضة قد أوجبها الله عليهم، لا يستحق النصر، ما يستحق النصر هذا الجيل المتخاذل. لذلك سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والحمد لله، أبشركم، البشارات كثيرة، وأنا بطبعي متفائل لست متشائم، المبشرات كثيرة، وهذه العودة والصحوة لهذه الأمة تجد بفضل الله عز وجل الحفظة للقرآن الكريم والدعاة وطلبة العلم والداعيات والحافظات، وأقوى دين انتشاراً وتوسعاً على قلة الإمكانيات
في قلب الدول النصرانية وغير المسلمة الإسلام. مبشرات، وإن غدا لناظره قريب، فعلينا إخواني أن نصلح أنفسنا وأن نجتهد في الدعوة إلى الله على منهج صحيح وعلى بصيرة عن نهج الكتاب والسنة وسلف الأمة، أن نرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن نجتهد بالدعاء أن يعجل الله تبارك وتعالى في فكاك هذا المسجد المبارك، وأن يطهره من دنس ونجس إخوة القردة والخنازير، هؤلاء القوم الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم، كما نقرأ هذه الآية في القرآن الكريم: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، وهم النصارى.